أنا ما كيهمناش حميد الدين ولا شخص حميد الدين ولا اسم الشخص. الذي يهمنا هو دولة الحق والقانون الدرجة الأولى. هذا الشيء اللي كيهمنا هو أنه السعي إلى الأمام من أجل صيانة وحماية هذه القواعد. فحميد الدين قد سبق أن حكم من أجل نفس التهم، والدستور والقانون حسن في هذه الأمور، وأنه حامي الدين ملفه كان من ملفات المدرجة ضمن هيئة الإنصاف والمصالح، واخذ تعويض كضحية. إذن لفائدة من يثار هذا الملف؟ علاش؟ واش احنا خصنا غير هذه الملفات في البلاد؟ سالينا الأوراش وسالينا كل شيء، بقانا غير ملف ديال حامي الدين. إذن هذا من هذا المنطق ندافع على سيادة القانون بالدرجة الأولى. وكان الأمل ديالنا دائما بطبيعة الحال، ونحن لا نشك في ذلك، وأنه تكريس السلطة، استقلال السلطة القضائية، تكريس المبدأ الذي تم التصويت عليه، القانون الذي تم التصويت عليه في هذه المؤسسة. ويجب أن نعزز بالآليات اللوجستيكية المختلفة من أجل بطبيعة الحال الحصول على يعني تحقيق هذه النتيجة في تجلياتها المختلفة. هذا هو الهدف ديالنا بالدرجة الأولى، هو دولة الحق والقانون وصيانة المكتسبات. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.